عند قبري. عجيب يا زهراء أنت التي أوصيتني بالزيارة، الآن ما تريديني عند القبر. قالت يا علي عد إلى الدار فإن ابنتي زينب استيقظت. وراك أيتام يا علي، ويلي ما بين ما هو في بجيل أن غفى ونام. شاف الودي شاف الودي عصيح يا زراق الأرخام. لزيارتي جيت وتركت هناك ليتام، يبجون في داري على فراقي حزين. بزيارتك معلوم يا غوث المنادي، يدخل علي سرور يا ناصر الهادي. لكن أخاف الصير وحشة على أولادي، رد لهم وسكن خواطرهم يا أبو حسين. رجع أمير المؤمنين إلى الدار. صور هذا الموقف، تارى ينظر إلى قبر الزهرة وتارى إلى الدار، لكن عمي اللي في الدار زينب. رجع أمير المؤمنين فتح الباب وإذا بزينب جالسة في وسط الدار تبكي، طفلة 5 سنوات عمرها. لما رأت أباها مقبل قامت ضمته إلى صدرها، أبلا أنت ولا أمي في البيت؟ ويلي. أخذ ينظر أمير المؤمنين إلى الدار، إنادي يا دار يا دار، ما تسوين فيها نبات ليلة، ما شوف فيها طلعة الزهرة الجليلة. تزهر الحجرة أم الحسن لو هي عليلة، وكفكف دموع وراح يا مروضة المختار. وقف على قبر رسول الله ينادي يا سيد الكون، الوصية ما رعوها. دخلوا الدار على البتول وروعوها، طلعت تدافعهم وبالباب عصروها، انكسرت الأضلاع منها وصار ما صار. عاشت عقب فرقاك مهمومة وذليلة، ومن كثر تلويع الرجال صارت عليلة. شحجي وشعدد من مصايبها الجليلة، كل ما ذكرت الحال قلبي يشتعل نار. لكن يقول لي يا رسول الله موقف عظيم كل صبرت عليه إلا هذا الموقف. قال وعظم علي يوم للحجرة للحجرة، لفتني صيح النهب مني فدك وسود دمتني، ظلت تنوح من بجاها ومن بجاها ذوبتني. لولا الوصية والقضاء صارت